يتم الدخول للاختبار التجريبي في مسابقة كنغارو موهبة من خلال الرابط التالي موهوب.كلاسيرا.com. ستظهر لكم الصفحة التالية، يتم إدخال اسم المستخدم، البريد الإلكتروني وكلمة المرور رقم الهوية. يجب مراعاة عند إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني عدم إضافة المسافات وعدم النسخ واللصق. ستظهر لكم صفحة الاختبار التالية، بالضغط على أيقونة بدء الاختبار سيكون الطالب قد بدأ الاختبار. نتمنى لكم التوفيق.